يسعد صباحك. صباح الخير رشا، كيفك اليوم؟ تمام، انت منيحة؟ انا بألف خير الحمد لله. ان شاء الله دوم. صباح الخير لك رشا ولكل مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير وراحة البال والسلام لكل الناس، ان شاء الله يا رب مع الأيام الجاية دائما يعني ما عندنا غير الدعاء تكون الأيام أفضل لكل السوريين وين ما كانوا. اليوم ضيوفنا وأفكارهم في مجالات مختلفة وأكيد بلشنا نتعرف عليهم تباعا، ولكن بدي أرجع صبح عليك يا رشا. صباح الخير لك نيرمين أكيد، وصباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. بداية أسبوع يا رب يحمل معه الانفراجات وجبران الخاطر، وتكون هاي الأيام هيك تعودية عن الأيام يلي راحت. صرنا خلصنا 8 الشهر و7 الشهر وهي المخاوف، ودائما كنا نقول ضمن صباحاتنا أنه دائما تابعوا المواقع الرسمية، ما في داعي لحالة الخوف والذعر اللي كانت عم تصير على مواقع السوشيال ميديا. صحيح رشا، يعني كثير اشخاص عن جد كانوا ناطرين تاريخ 8 والحمد لله مرقوا، ان شاء الله كل الايام الجايه بتمرق، يعني بتكون قصه الزلزال خلص يعني نسيناها، بس بشويه هزات ارتداديه ما فيها اي ضرر ان شاء الله سلبي. اكيد قدر الله وما شاء فعل. خلونا نبلش هذا الصباح ونقول يا رب. فاصل وحنكون باول فقراتنا. تحية لكل أهالي حمص، أنت مولعة مبسوطة اليوم بالفاصل، كنت عم تاكي تبع المناطق اللي عم تطلع ضمن الأغنية، يعني أكيد تحياتنا لأهالينا بمدينة حمص وبكل المحافظات السورية. أكيد أكيد دائما لكل محافظة لها خصوصياتها فكيف حمص بحمص بالشوارع يلي فيها، إن شاء الله هيك المناطق يعني مهدمة أو يعني تضررت خلال الحرب، إن شاء الله بترجع أحسن ما من قبل يا رب. أكيد يا رب. رح نكفي بضمن فقرات صباحنا غير ورح تكون مساحتنا التالية مع تقرير من اللاذقية، عرض عمل لمديرية صحة اللاذقية وتقييم مرحلة الاستجابة الطارئة للكارثة خلال مؤتمر في مشفى التوليد والأطفال بحضور وفد من الهلال الأحمر الإماراتي. التفاصيل ضمن التقرير التالي. عرض لعمل مديرية صحة اللاذقية وتقييم مرحلة الاستجابة الطارئة للكارثة خلال مؤتمر في مشفى التوليد والأطفال بحضور وفد من الهلال الأحمر الإماراتي. في خطط نحن رح نوضعها خلال الأشهر القادمة، خطط تكون فعالة أكثر فاعلية، نحن نأمل أنه نرجع نجدد التجهيزات لنا، نأمل أنه ما ننقطع بقى من الأدوية وخصوصا الأدوية المهمة للمشافي أو للمراكز الصحية. إماراتيين من اللحظة الأولى بعملية الفارس الشهم 2 كانت عملية رائعة، تم من خلالها تقديم المساعدات بشكل مباشر لوزارة الصحة السورية. هاي المساعدات كانت عبارة عن أدوية ومستهلكات طبية إضافة إلى بعض التجهيزات، إن شاء الله هلأ نأمل بتجهيزات جديدة قادمة، بس هي الأدوية كان إلى دور كبير خصوصا بحملات مثل ما شفنا مراكز الإيواء والمتضررين. في بعض الأدوية كانت مفقودة تماما على فترة طويلة، كمان استطعنا أنه من خلال الأصدقاء الإماراتيين والإخوة الإماراتيين أنه نحصل عليها. اليوم نحن نقيم المرحلة السابقة وكذلك التخطيط للمرحلة القادمة، والحمد لله أن تم دعم القطاع الصحي بأدوية كانت ضرورية، وهناك نقص حاد في الأدوية وكذلك المعدات الطبية وعدد 10 سيارات إسعاف مجهزة. والحمد لله أن لاحظنا أن هناك يعني كان تجاوب كبير، وهذه المواد سدت نقص كبير من الاحتياج السابق، وكذلك تم رصد يعني سوء تغذية بين شرائح المجتمع كأطفال، وتم دعمهم بكمية كبيرة من الحليب الخاص بالرضع أو الأطفال، والحمد لله أن يعني مؤشرات والأرقام كانت مميزة. حاليا نحن خرجنا مثل ما بيقولوا من الحالة الحادة، الاستجابة هلأ مفروض تكون على الهدى. نحن هلأ مركزين مثل ما حكيت بمحاضرتي، أنا بهمني هلأ الشيلتر يكون شيلتر رسمي، عم نحاول نطرق كل الأبواب والمحافظة بإذن الله عم تشتغل على هالمبدأ. أنا لما بيكون عندي الناس مجمعة بمكان يحفظ كرامتهم وإلهم خصوصيتهم بقدر حتى خدمهم. تقييم كافة الاحتياجات لدعم القطاع الصحي والتخطيط للمرحلة القادمة بما يدعم الجهود المبذولة على طريق التعافي.
وبأول مساحاتنا الصباحية حنفردها لمساحتنا الطبية، وحنحكي عن مرض كثير شائع بين النساء وبصيب النساء بعمر من 18 سنة لعمر ال 44 سنة، وهو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. طبعا تأثيراته وأعراضه بتختلف من صبية لأخرى، وعم يقولوا طبيا أنه هو له تأثير كثير سلبي على في سن الإنجاب، يعني ممكن يكون له علاقة بإن كان ممكن بالعقم أو بتأخر الإنجاب. صحيح رشا، والنساء أو الفتيات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هنا عم يكونوا بين عمر 18 ل يعني 44 سنه، وايضا مثل ما قلتي بالنسبه لموضوع الانجاب والخصوبه هو حلم كثير عند السيدات، فهذا المتلازم عم بتاثر على يعني موضوع الحمل بنسبه 10% وبعض الدراسات. كرمال نحكي اكثر عن هذا الموضوع ونعرف المعلومات الطبيه الصحيحه، رح يكون ضيفنا لليوم هو الدكتور رفائيل عطالله، اخصائي بالامراض النسائيه والتوليد. يسعد صباحك حكيم واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني يا هلا، يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. دائما المبيض متعدد الكيسات او اكياس على المبيض، هذول المرضين يمكن الاكثر شيوعا عند السيدات وبيكون في نوع من الخلط بيناتهم، خلينا هيك نميز بيناتهم اول شيء ونعرف شو هو متلازمه المبيض متعدد الكيسات. هلا بالبدايه نحن خلينا ناخذ مصطلح المبيض متعدد الكيسات، هو مظهر يعني خلينا نقول بالايكو انا عم صور عم شوف مبيض متعدد الكيسات، بس ممكن هذا الشيء بيكون لحاله بدون اي اعراض ثانيه نهائيا. هلا وقت نقول متلازمه المبيض متعدد الكيسات، معناتها انا صار في عندي عم صور بريكو بشوف مبيض متعدد الكيسات وعم شوف اعراض اضافيه، صار عندي مثلا حب الشباب، البدانه، التباعد الدورات، هذا الشيء مجموع كل هذا مع بعضه صار اسمه متلازمه. فلذلك نحن بدنا نميز بين شيء اسمه مبيض متعدد الكيسات ممكن بشكل روتيني نحن عم نصور بالايكو بنشوفه بالايكو، ومتلازمة مبيض متعدد الكيسات هو صار مجموعة من الأعراض بالإضافة لمظهر بالإيكو أنه مبيض متعدد الكيسات. هلأ بدي ميز بين شغلتين، المبيض متعدد الكيسات المتلازمة هو مبيض يحتوي على كويسات صغيرة جدا، أما نفرق بينه وبين كيسات المبيض هي بتكون كيسات كبيرة ممكن أكبر من 3 سنتي، تكون 4 سنتي و5 وأكبر. هاي الكيسات تختلف عن موضوع متلازمة متعدد الكيسات. المتلازمة هو مرض خلينا نقول استقلابي، يعني مرض بيصيب الجسم كله، أما كيسات المبيض هو ممكن خلل هرموني بتطور الجريبات أو تطور ما بعد الإباضة بيعمل هذا الكيسات، إن كانت كيسات وظيفية أو كانت كيسات غير وظيفية كمان. هلأ متلازمة متعدد الكيسات شائعة، تقريباً 10% من الإناث ممكن ينصابوا فيها، وهذا الشيء يعتبر رقم كبير. خلال تسلسل الحلقة اليوم رح نوضح قديش نحن لازم نخفف من هذا العبء على الإناث اللي ممكن بيتوتروا نفسيا من الموضوع المتلازمة اللي ممكن تكون متواجدة، مثل ما ذكرت هي متواجدة بنسبة مو سهلة، تقريبا 10% من الإناث. هلا يمكن تسميات قريبين لبعض، ولكن كل شيء له يعني اعراض واسباب وطرق علاج مختلفه. خلينا اليوم هيك نختص بالمتلازمه ونحكي اليوم شو اهم الاسباب، هل اليوم الوراثه لها علاقه الاسباب النفسيه؟ تمام. هلا المتلازمه مريض كذا اهم الاسباب هي مجهوله السبب، انه ما في سبب واضح ليش بده يكون عند هي الانثى متلازمه مريض، يعني مجهوله السبب هذا اللي هو اشيع شيء. هلا في نسبة من الإناث بيكون عندهم تقريبا قصة عائلية، يعني مثلا ممكن تكون الأم أو أخت أو خالة عندهم نفس القصة متلازمة مبيض متعدد، هذا موجود ومذكور، معناتها في عندنا قصة وراثية ممكن تتواجد بالعائلة إنه لقصة مبيض متلازمة مبيض متعدد الكيسات. في أسباب بخلل تطور الهرمونات كمان ممكن تكون لها دور كبير. هلا النقطة المهمة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات هو موضوع المقاومة للأنسولين. هلا نحن ذكرت من شوي انه هي متلازمه خلينا نقول جهازيه او استقلابيه، في عندنا مقاومه للانسولين. الانسولين شو هو؟ بينفرز من الجسم من البنكرياس حتى يخلي السكر يفوت على الخلايا. هلا وقت يكون في عندي انا مقاومه للانسولين شو بيصير؟ هذا الانسولين بيزداد بالجسم بشكل كبير، وقت يزداد بالجسم بشكل كبير بيترافق مع هو يعتبر هرمون بناء، فلذلك بنشوف بيترافق مع بداني اكثر. المقاومة للأنسولين بنشوف زيادة الشحم الموجود وبيعمل كمان زيادة أنسولين. زيادة الأنسولين بالجسم نتيجة المقاومة بتخلي هاي المتلازمة كلها
تعمل إفرازات غريبة من المبيض، فبيصير عند المبيض بيفرز أنا هرمونات ذكورية أكثر، وهذا الشيء اللي بنشوف نحن ليش بتصير الإناث اللي بيعانوا من المتلازمة زيادة شعر، بيصير عندنا زيادة شعرانية، حب الشباب بيزيد أكثر، بنشوف في تباعد بالدورات. معناتها نحن عندنا أعراض عديدة، هاي الأعراض قد تكون لها علاقة بفرط الأندروجين. نعم. مثل ما ذكرت شعرانية، حب الشباب، تساقط الشعر الفروة، هدول بيزدادوا. البدانة برجع بأكد شغلة مهمة كتير، وخاصة أكثر الأسباب دائما بيحذر الأطباء منها. تمام. البدانة بس بدي أركز على شغلة واحدة، إنه البدانة عند الأنثى في هذه الحالة تكون بدانة جزعية بالبطن، منطقة الحوض، يعني بالبطن إجمالا. نحن البدانة عند الذكور بتكون البدانة بمنطقة الكرش أو منطقة البطن بتكون أكثر، عند الأنثى بيكون البدانة غالبا بمنطقة الوركين. هلا بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، باعتبار صار عندي أنا فرط أندروجين، فرط تستوستيرون، البدانة اللي بتكون عند الأنثى بهي الحالات بتكون بدانة بمنطقة البطن، وهي من النمط اللي نحن بيصير بيساعدنا أكثر بالتشخيص، بالإضافة إلى خلينا نقول وجود التستوستيرون العالي، المظاهر الأندروجينية بتخلي هذا المبيض ما عاد يشتغل مظبوط. يعني شو بيصير؟ ما عاد بيصير عندي إباضة، وقت ما بيصير عندي إباضة بتصير الدورات متباعدة. نعم. وبيصير حتى كمية الطمس، دم الطمس بتكون كمية قليلة، فلذلك ممكن السيدة خلال السنة كلها بتقلك أنا ما بشوف الدورة غير 3-4 مرات بالسنة. هذا السبب له علاقة كتير بموضوع أنه التستوستيرون بيخلي الإباضة ما بتصير، فلذلك تشوف الدورات تكون متباعدة جدا يعني. نعم. دكتور خلينا نحكي أكثر عن موضوع النظام الغذائي وقديش بيأثر على الحالة. كلنا بنعرف الأكل اليوم اللي عم ناخده يعني نتناوله للأسف هو غير صحي، كتير فيه هرمونات عم بيكون، وأحيانا ما عم يكون يعني ما عم ناخد المصادر الغذائية الكافية، وهذا الشيء عم بيأثر بشكل كتير كبير على المرض. خلينا نحكي عن تأثير النظام الغذائي. خلينا دائما نربط بين موضوع متلازمة المبيض المتعدد الكيسات والبدانة. كل أنثى عندها وزن فوق المعدل الطبيعي، تمام، هذا يؤدي إلى تفاقم الحالة. يعني أنا سيدة أنثى عندها متلازمة المبيض المتعدد الكيسات بس وزن مثالي، نادرا ما يكون فيه مشاكل، بس إذا وزن فوق المعدل فهذا الشيء بيعمل تأثيرات سلبية أكثر. هلأ دائما بالموضوع المبيض المتعدد الكيسات المتلازمة بنحكي عن تعديل نمط الحياة. هلأ وقت يكون في عندي بدانة، معناته أنا لازم أول خط بالعلاج هو إنقاص الوزن. انقاص الوزن كيف بده يكون؟ اول شيء موضوع تغيير نمط الحياه، ودائما بهذا المصطلح بيقولوا change the style of life، بدي غير انا نمط حياتي. يعني انا كل شخص بيكون عنده نمط حياه سيء في موضوع النظام الغذائي. هلا ممكن اناس مثلا بياكلوا شيبس كثير، ممكن شوكولا كثير، ممكن خبز كثير، ممكن معجنات كثير، فلذلك نحن قدر الامكان النظام الغذائي يكون اول شغله ضبط موضوع الخبز، المعجنات، الرز، المعكرونة، البطاطا، هدول الشغلات كلها بتزيد الوزن بشكل مرعب. فلذلك الدهون، الاعتماد على البروتين النباتي أهم من البروتين الحيواني بهذا الموضوع، بالإضافة إلى نمط تغيير نمط الحياة وتغيير النمط الغذائي. نحن دائما بنركز على خلينا نقول أنه الأكل الإناث اللي بيعتمدوا عليه بشكل يومي. هلا معظم الأشخاص في عندهم نمط سيء، فلذلك نحن لازم نبحث، يعني كل أنثى هي بتعرف شو النمط السيء اللي عندها، فلذلك نحن كأطباء دائما نبحث عن هذا الخلل اليومي اللي بيكون في حياة الأنثى لتعديله. ممكن هذا فقط بيغير من موضوع الغذاء. وفي شغلة مهمة كتير اللي هي الرياضة. يعني أنا وقت بدي أحكي عن النظام الغذائي بدي أحكي مع رياضة، تقريبا التوصية هي على الأقل 3 مرات بالأسبوع لمدة 60 دقيقة. هذا الشيء ممكن بس يخلي الوزن ينزل شوي، بنشوف المبيض لحاله بلش يشتغل وبلش تصير إباضة بشكل جيد.
طب دائما احنا بنقول دكتور انه الشخص هو طبيب نفسه، وانت ذكرت انه دائما في خلل بحياتنا المفروض نحن نروح لحتى يعني نصلح بحياتنا، وذكرت اليوم الحميه والنظام الغذائي زائد الرياضه. خلينا نروح للطرق الطبيه العلاجيه، خلينا نروح للادويه. اليوم كطبيب حضرتك شو هي خطه العلاج اللي بتشتغل عليها مع المريضه؟ وايمت ممكن يكون في تدخل بالجراحه؟ هلا انا بس بدي ركز على شغله واحده، كلمه مريض متعدد الكيسات اذا بدون اي اعراض اخرى، يعني بس مظهر بالايكو ودوره منتظمه بدون شعرانيه وبدون حب شباب، يفضل حكى اطباء ما نخبر حتى الانثى انه في عندك مبيض بعد كيسات. ما المفروض تكون في قصص وقائيه دكتور؟ لا ما في داعي، بس ضبط الوزن فقط. ايه هلا كعلاج مثل ما ذكرت، الخط الاول بالعلاج هو مو علاج دوائي، الخط الاول بالعلاج هو انا بدي اشرح شو اليه هاي المتلازمه للانثى، بس بشرح لها هاي الاليه معناتها انا بدي يكون الخط الاول بالعلاج هو تعديل نمط الحياه. تمام. النمط الغذائي وانقاص الوزن هو الخط الاول بالعلاج. هلا نحن اذا ما بالاضافه لهذا العلاج ممكن ندخل علاجات اخرى كمانعات حمل دوريه، ممكن ندخل الميتفورمين. الميتفورمين بفيد كفكره انه نحن مثل ما ذكرت قبل شوي انه كاليه هو مقاومه للانسولين، ميتفورمين هو دواء خافض للسكر وبيعمل على تخفيض مقاومه الانسولين، فممكن يفيد بهذا الموضوع. هلا العلاجات الجراحيه طبعا هي خط لاحق، يعني مثل تنظير البطن ممكن نعمل تسقيب المبيض بالتنظير. نعم. هذا الشيء بيخلي الامور تتحسن اكثر. طبعا هذا التسقيب المبيض مو عند الغير متزوجات، يعني ممكن نحن سيده متزوجه في عندها مشكله بالاباضه، في عندها مشكله بالانجاب، في عندها تباعد بالطموس، الاباضه ما عم تكون جيده، ما عم تستجيب على الادويه، ممكن يكون احد الخيارات هو تسقيب المبيض بالتنظير، وهذا الشيء ممكن يكون له فائده. هلا بالعلاجات المتقدمه اذا كان في ما صار حمل وتاخرت الامور ممكن نوصل على مرحله طفل الانبوب، طبعا له اعتباراته الخاصه كمان طفل الانبوب بموضوع متلازمه المبيض بتاع الكيسات. معناتها الخط الاول بالعلاج نرجع اكد على شغله واحده هو انقاص الوزن. كل ما كان الوزن مثالي كل ما كانت اعراض المتلازمه تقريبا معدومه. طيب دكتور حكينا مع حضرتك عن طرق العلاج، بس خلينا نرجع ناكد على عوامل الخطوره بهذا المرض، حالات الاهمال وين ممكن توصلنا، قديش ممكن هذا ياثر بشكل اكبر على موضوع الخصوبه. هلا موضوع الخصوبه تقريبا مثل بنذكر تقريبا ممكن 30% من حالات العقم عم تكون لها علاقه بالاباضه وموضوع المبيض متعدد الكيسات. هلا برجع باكد انا المشكله عندي هي مشكله اباضه، مشكله الاباضه عم تاخر الانجاب، فلذلك نحن انا بدي اشتغل على موضوع الاباضه. هلا الاباضه كيف بدي اشتغل عليه؟ برجع بحكي ممكن تكون العلاج فقط انقاص وزن، بنشوف المبيض اشتغل لحاله وصارت الاباضه. عندت القصه اكثر ممكن اشتغل على موضوع تحريض الاباضه، اعطي محرضات الاباضه فبتتسرع القصه وبتصير الاباضه بشكل اسهل. هلا تاثيره على العقم موجود ولكن خلينا نقول حلوله سهله، يعني ممكن يؤدي الى نقص خصوبه خلينا نقول، ولكن الحلول تبعيته هي يعني الوصول للاباضه ما انا صعبه كثير الا في حالات معنده جدا يعني، بس غالبا الحلول بتكون سهله جدا يعني. طيب دكتور بالوقت المتبقي نسألك عن معلومتين هنن شائعات جدا ولكن دائما احنا بنأكد عليهم خلال صباحنا. دائما وقت بنقول موانع حمل بخطة العلاج الصبية بتوقف، وخاصة إذا ما كانت متزوجة بتخاف من هذا الموضوع، بتسمع كلام الجارة الخالة أنه ممكن يعمل لك عقم فيما بعد، قد ايه تأثيره على موضوع الخصوبة فيما بعد؟ ليس له أي تأثير، يعني أنا دائما أي أنثى تتناول مانعات الحمل المركبة، هلا دائما أنا بيقولوا مثلا شو هو احتمال الحمل في الدورة التالية لإيقاف مانعات الحمل، يعني أنا أنثى أخذت مانعات حمل شهرين ثلاثة أربعة وقفتهم، هلا علميا بيقولوا شو احتمال الحمل، شو احتماله دكتور؟ بعد إيقاف مانعات الحمل مثل أي أنثى أخرى. طب ما بتقلي اليوم عملية الإباضة من خلال هي الموانع؟ هلا أثناء موانع الحمل أثناء تناول مانعات الحمل تتوقف الإباضة، يعني مانعات الحمل هو عمله هو طبعا. إيقاف الإباضة، بس نوقف مانعات الحمل مباشرة خلال الدورة التالية
ترجع الإباضة نظامية ولك ما لها أي تأثير نهائيا. كمان بتسألك عن حب الموتفيرال أو أي نوع اللي هو من يعني عمله ضبط الأنسولين بالجسم. اليوم عم نشوف كتير صبايا عم تروح تاخده بقصد الحمية من دون ما يكون عنده أعراض لا متلازمة ولا شعرانية ولا شيء. أدي هذا الموضوع بيأثر؟ هل له تأثير سلبي؟ هلا هو تم ذكر أنه ممكن هو من أحد الأدوية اللي بيعمله تقريبا نقص شهية يعني، فممكن بيفيد موضوع الوزن. بس أنا دائما بحكي أنه الإرادة هي أهم شيء يعني. أي أنثى ترغب بإنقاص الوزن تمام، خليه تعتمد على نظام غذائي، بتضبط النظام الغذائي تبعها ما دام إرادتها هي عم تبحث عن إنقاص الوزن. هلا بس هو المشكلة شو بيصير؟ المشكلة بيصير أنا من خلال المتابعات العيادة كتير من الإناث أنه هن بدهم يستمروا على نفس النمط الغذائي تبعهم بس بدهم ياخذوا أدوية لينزل الوزن. ما في إرادة، دائما بنرجع لموضوع الإرادة. فنرجع دائما على موضوع أنا بس يكون عندي إرادة لإنقاص الوزن، أنا ما بعتقد أي دواء ممكن. خلص صحيح. برنامج رياضي مع صحيح. نظام غذائي بعتقد بيكون كافي لإنقاص الوزن وتحريض الموضوع. شكرا الإبارة. دكتور لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها، وأكيد بالصحة والسلامة لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. شكرا كثير لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أما هلأ صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلنا صفوان. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين ورشا. إذن موجز بأهم الأنباء بعد الفاصل. حياكم الله. السيد الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية. هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية. وقال الرئيس الأسد في برقية التهنئة: يمنحني حدث إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية الفرصة بأن أتقدم إليكم باسمي وباسم الشعب العربي السوري بخالص التهاني والتمنيات لبلادكم الصديقة بدوام الازدهار والرفعة. وأضاف الرئيس الأسد: إن إجماع نواب الشعب الصيني على بقائكم في رأس السلطة وكذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية إنما يدل على الأثر الملموس والإنجاز الواضح الذي استطعتم من خلال رؤاكم الواضحة وعملكم المتفاني أن تحققوه في المسار المتصاعد والمزدهر للتنمية التي شهدتها الصين خلال السنوات الماضية وامتلاكها لعوامل قوة جعلتها مركز ثقل تتطلع إليه كل الشعوب التي تشترك معكم في الإيمان بمبادئ الحق والخير والعدالة وعامل أمان يسعى ويعمل لنشر السلام والاستقرار في العالم مقابل دول وسياسات تنطلق من مصالح ضيقة لنشر الفوضى والحروب وتكريس حالة لا توازن في العالم. وتابع الرئيس الأسد: لطالما كانت علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين سوريا والصين مصدر اعتزاز للشعب السوري، وقد كان للتعاون الثنائي المشترك في العديد من المجالات أثر كبير في تعزيز هذه العلاقات وانعكاس عملي أسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. ونحن دائما حريصون على مواصلة العمل الحثيث معكم من أجل الاستمرار في النهوض بهذه العلاقات وتطويرها وفتح آفاق جديدة لها. وختم الرئيس الأسد برقيته بالقول: أجدد لكم تهانينا وكلنا ثقة بأن جمهورية الصين الشعبية ستشهد تحت قيادتكم فصلا جديدا من النجاحات والإنجازات على جميع المستويات مع تمنياتي لكم شخصيا بدوام الصحة والخير والهناء. رحبت سوريا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وتقدر عاليا الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال. وزارة الخارجية والمغتربين قالت إن هذه الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابيا على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة ولشعوب المنطقة عامة. وأضافت الوزارة إن سوريا تتمنى استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين دولنا العربية وأصدقائنا لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شماخاني ونظيره السعودي في بكين وقعا على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. وجرى الاتفاق على استئناف العلاقات الإيرانية السعودية بوساطة صينية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين. وذكر البيان أن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء. في الخبر الأخير، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتخذ قرارا بمسألة التمثيل الدبلوماسي في سوريا. وخلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمار في قصر قرطاج، قال سعيد إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون لتونس سفيرا في دمشق وسفيرا لسوريا في تونس. وأضاف سعيد: سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية، ولا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء. السفير التونسي في هناك مسألة أخرى ولا بد من اتخاذ قرار حولها، وتتعلق بالتمثيل الدبلوماسي في سوريا. ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في دمشق في الجمهورية العربية السورية، وسفير للجمهورية العربية السورية في تونس. نحن نتعامل مع الدولة السورية، أما اختيارات الشعب السوري فهي اختياراته ولا دخل لنا فيها إطلاقا، بالرغم من أنني أعلم جيدا أن هناك جهات كانت تعمل وعملت منذ بداية القرن العشرين على تقسيم سوريا. أما السفير التونسي في دمشق فسيكون سفيرا معتمدا لدى الدولة السورية. نحن لن نقبل بأن تقسم سوريا إلى أشلاء. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية التونسية. هناك مسألة أخرى ولا بد من. بهذا وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إلى نيرمين ورشا لمتابعة صباحنا غير. شكرا لك صفوان، وأكيد مكفاين بباقي فقرات صباحنا غير. ووصلنا لمساحتنا القانونية اللي رح يحكي فيها اليوم ضمن موضوع كتير مهم، وهو القانون السوري كيف تعامل مع حقوق المرأة خصوصا بالتعديلات الأخيرة. رح نحكي بشكل خاص رشا عن موضوع الحضانة. أكيد نرمين، من كم يوم كنا عم نحتفل ب 8 آذار وهو يوم المرأة، ودائما القانون بيروح ل خلينا نقول انه وضع قوانين جديده كرمال تكون ايجابيه على حياتها، ودائما الانثى هي العنصر الاضعف بالحياه رغم كل القوانين اللي عم تتشرع جديد. ولكن احنا اليوم واقعيا ما فينا ننكر عذاب المراه في حال بس قررت ان هي تعمل خلع او تعمل ترفع دعوه طلاق او تاخذ حضانه الاولاد. شو هي القوانين اللي تعدلت وكيف أثرت إيجابيا على المرأة؟ معلومات كثير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو المحامي الأستاذ محمد المهدي. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح المتابعين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن موضوع الحضانة قانونيا وآخر التعديلات يلي كانت وفق قانون الأحوال الشخصية اللي كان ب 2019 آخر تعديل، فخلينا نحكي عن يعني آخر هي التعديلات يلي كانت. هلا بداية نحن بالنسبة للتعديلات اللي تمت، نحن كان في عنا بالنسبة يعني أهم تعديل بخص موضوع الحضانة هي التراتبية تبع موضوع الحضانة. يعني نحن ما كان في عنا تفعيل لدور الأب كتير بموضوع تراتبية الحضانة. كان في عنا بداية نحن الحضانة إنه هي للأم، فلأم الأم وعلى هالترتيب هاد. إجا نحن القانون الجديد وقت اللي عدل، نحن صار عنا أول شيء الحضانة هي بتكون للأم، بعد الأم بيكون الحضانة للأب، بعض الأب بتصير لأم الأم. فهي التراتبية فعلت دور الأب نوعا ما.
بس في نحن دائما في عنا شيء بقيد بدور الاب او الام. هلا الام وقت اللي هي بتكون لها الحضانه بدايه، اول شغله نحن ما في عنا شيء بيلزم الام انها تكون هي لها الحضانه بحال هي ما رغبت انه تكون الحضانه لها نتيجه شيء معين او نتيجه السبب اللي يعني السبب اللي بيكون هي موجود نتيجه ظروفها. الاب له هو الحق الحضانه بالنسبه يعني بالمرتبه الثانيه بعد الام. بس نحن هون القانون نوه لشيء بسيط انه هي الحضانه نحن عنا جايه من الحضن، حنان اليوم عم نحكي عن الام، تمام، من الحنان، دور الامومه. نحن عم نحكي بالاساس نحن عن دور الامومه. وقت اللي الحضانه نحن عنا بده يستلمها الاب، في نحن عنا شرط كثير مهم لحتى الاب انه يستلم الحضانه، هي وجود حدا عنده للاب وقت اللي هو له الحضانه بده يكون عنده ذا رحم محرم للمحضون نفسه. يعني الاب لا يشترط انه هو يستلم الحضانه له تحديدا، لانه هو نتيجه الظروف، نتيجه الاوضاع، نتيجه عمله هو عم يتغيب عن البيت. صحيح. فنحن بحاجه لانه يكون في معه مثلا امه، اخته، حدا معين بتقدير الوضع الاجتماعي تبعه يكون يرعى هالطفل هذا. يعني نحن اليوم هذا الطفل بحاجة لرعاية، بحاجة خصوصي إذا كان هو مثلا دون الخمس سنوات أو بمرحلة الرضاع أو المراحل الصغيرة من عمره، الأب ما حيقدر يقوم بهذا الدور معه كامل. فنحن دائما عندنا شرط أنه الوقت اللي الأب بده يكون عنده الحضانة يكون في عنده أنثى، من الأنثى تكون هي معه بالمحضون نفسه. ذكرت حضرتك هذا الشرط، هل في شروط أخرى اليوم يجب أن تتوفر في موضوع الحضانة ليتم إن كان للأب أو الأم؟ يعني هلأ نحن في عنا بنص قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للحضانة، هلأ بداية نحن في عنا الشروط العادية بالنسبة لأي شيء، يعني من موضوع الأداء. يعني نحن في عنا البلوغ، الرشد، القدرة على التربية. في عنا شرط خاص بالنسبة للزوج للأب، يعني نحن إذا بدنا نحكي تحديداً بالنسبة للأب يلي هو موضوع أنه يكون في عنده رحم. بالنسبة للأنثى اشترط القانون إذا بدها تضل الحضانة للأم وجود أنه ما تكون هي ما تتزوج، متزوجة من أجنبي إلا إذا القاضي قدر هذا الشيء لمصلحة المحضون. يعني كثير في مفهوم خاطئ عند الناس أنه موضوع الحضانة وقت اللي بتكون للأم انه الام هي بدها تضل هلا هي موجوده ومحضونة حياتها تماما، ما بقى في انه انت اذا بيقولوا لك كثير مثلا اجتماعيا انه انت بكره بس تزوجتي بتروح منك الحضانه. لا، هذا قانونا هذا الشيء مو موجود. هي ممكن نحن انه هي تتزوج، شرط انه يكون الشخص هذا الرجل الاجنبي يكون موجود لمصلحه هذا المحضون. فانت مو شرط عندك ابدا انه اذا الام تزوجت انه الحضانه تروح منها. استاذ كان هذا الشرط اولي، هلا نحن كانت الام تروح للتنازل عن الحضانه لامها كرمال تطلع من القصه. بس يعني بس هذا الشيء نحن سبب عنا مشاكل، وخصوصي المشاكل يعني لو هي مو ضمن موضوعنا، بس هي المشاكل انه انا وقت الام عم بقول لها انه اذا انت اذا خصوصي اذا كانت متعلقه بابنها، انه انت اذا اليوم بدك تروحي تتنازلي عن انه بدك تتزوجي وبدها تروح منك الحضانه بمجرد ما علم زوجك السابق ابوه للطفل، فهي صارت تلجا لموضوع انه نحن عم نطلع عم تكتب كتاب هي خارج دوائر المحكمه ما تثبته. هون عم يصير مشاكل لما تروح منها الحضانه نتيجه الاوضاع اللي صارت، او الزوج الثاني اللي تزوجته توفى، صار اشكال، صار كذا، صار عنده طفل ثاني منه، فتنا نحن بمسائل انساب. صحيح. صار في عندنا طفل نحن مو مثبت، زواج واقعه مو مثبته. فهي سببت مشاكل نتيجة بس يعني انه عدم المام بسيط بموضوع انه لا انت اذا تزوجتي من شخص تاني ممكن انه تضل لك الحضانة، شريطة انه يكون هذا الزوج يرعاك ويرعى هالطفل هذا بتقدير القاضي. لو عم نحكي انه اذا كان خارج الجنسية السورية، لا نحن ما اشترطنا هون، نحن ما حكينا بموضوع الجنسية سواء سورية او لا اجنبي، يعني ليس بصله قرابه، يعني ما من ضمن صله نحن ما درجات القرابه. نحن عم نحكي عن الزوج الاجنبي، هو موضوع انه الزوج الاجنبي اللي ما في صله قرابه، ما حكينا نحن موضوع الاجنبي انه سوري او غير جنسيه. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم عن الحالات والاسباب اللي بتؤدي الى يعني اسقاط حق الحضانه. هلا حالات سقوط الحضانه، هلا بدايه نحن كان في عنا انه بحال كانت هلا حالات سقوط الحضانه اذا بدنا نحكي نحن فيهم بدقه، في عندك انت حاله النشوز
او اذا في عندك انت اللي كان المحضون مثلا قام بجريمه مخله للشرف. حاله النشوز بالنسبه للزوجه هي بتعتبر انه الزوجه اللي بتطلع يعني عرفا انه اللي بتطلع هي الزوجه من بيتها بدون علم زوجها تعتبر حاله نشوز. بس حاله النشوز ما بيصير نحن انه نقوم بالادعاء فيها الا بحال ثبوتها بحكم قضائي، يعني مو هي مجرد اتهام فقط. وحالات النشوز وهي وردت بالمذكره الايضاحيه لقانون الاحوال الشخصيه انه لا تقبل سماع دعوى نشوز بالنسبه للي عم يدعي فيها الا بحال كان عاطيها متقدمها، يعني بحال ما كانت الزوجه قابضه المتقدم تبعها فلا تسمع دعوى النشوز. عندنا الحاله الثانيه نحن اللي بدنا نحكي فيها انه موضوع الزوجه واللي بتكون اللي بتطلع بتشتغل، بيقولوا لك انه الزوجه اذا طلعت اشتغلت فهي بتسقط عنا الحضانه. كمان نحن لا، القانون وقت اللي تعدل هلا بالتعديل الجديد الزوجه يعني الام لها انه تسافر بالمحضون تبعها مع علم القاضي طبعا للمكان البلده اللي بتسكن فيها او اللي بتعمل فيها. فاجاز لها القانون انه هي حتى تطلع تعمل، بس العمل هون نحن في عندنا شرط صغير في العمل الام ساعة. للمحضون انه هي ما يكون متاخر لساعات بالليل. يعني العبره نحن هون في مثلا وقت المغرب نحن اذا بدنا نسميها يعني بالعاميه. يعني نحن طول ما انه هي عم تعمل لضمن ساعات النهار موجود، استثناء اذا كان عملها بيتضمن او بيتطلب هي بوجود يعني ساعه متاخره او نتيجه عمل معين كمان لها اذن من القاضي. بس بحال هي هون الحاضنه الام سافرت بمحضونة لبلد إقامتها أو بلد العمل أو مكان البلدة اللي بتعمل فيها، نحن هون لازم تثبت وجودها للقاضي. نحن بدنا يضل هذا المحضون نتيجة وجود معين. نعم. كونك ذكرت موضوع الشغل اليوم بسبب الظروف الاقتصادية والضغط اللي عم نعيشه اليوم، الأب والأم مجبرين عم يشتغلوا يعني بالعائلة الوحدة، فكيف إذا كان في هذا الخلل بالعائلة وفي انفصال؟ اليوم وقت اللي بتروح الحضانة للأم بصير نفقة تدفع للأطفال، ولكن للأسف يعني قد ما كانت النفقة كبيرة اليوم مانا عم بتغطي نفقات الأطفال عند الأم. اليوم هل كان في تشريعات جديدة ساعدت الأم على الصرف على أطفالها؟ هلا للاسف نحن في عندنا قاعده فقهيه بتقول انه من ينفق يشرف. هي القاعده الفقهيه اذا بدنا نقول من ينفق يشرف، وقت اللي انا عم بجي عم قيد الام، الام عم تحتاج عمل، اداركها القانون بانه سمح لها بانه تنتقل فيه لمكان عملها واجاز لها بدون ما تسقط عنها الحضانه. موضوع نحن النفقه اليوم او اجر الحضانه، اجر الحضانه نحن وقت اللي عم نكلف فيه قبل محضون عم نتطرق نحن لموضوع انه نحن بدنا بيان ثابت براتب هذا الشخص لحتى نقدر. نحن ما في عندنا لا حد ادنى ولا حد اعلى لموضوع الاجر الحضانه. بس نحن اليوم مثلا بيجينا حاله انه نحن بيكون هذا الاب موظف، نحن بكان بحال كان هذا الاب موظف حيجيب لنا بيان براتبه المقطوع من الوظيفه. صحيح. رح يطلع مبلغ متدني للاسف يعني. فما حياخذ الطفل اليوم اجر حضانه عالي او يكفيه. يعني اليوم نحن اذا بدنا نحكي مثل ما تفضلتي على موضوع الوضع الاجتماعي، انا اليوم بقدر لك كحد ادنى بده الطفل 500,000 شهريا لحتى يعيش. بحال كان هذا الطفل مثلا انت اذا بدك تشوفي الطفل انت هاد بحاجه ل اذا ما وصلنا لسه لموضوع المدرسه بحاجه لرعايه، بحاجه للقاحات، بحاجه لمراجعه طبيب، بحاجه لادويه، بحاجه لغذاء معين، بحاجه لكثير قصص. انا بقدر لك عم اقول لك انه يعني اذا ما بدي بالك انه الحد الادنى 500,000. فاليوم 500,000 ما مرق حالي لسه نحكم فيها انه اجر حضانه 500,000 للاسف. اذا الراتب حدود الراتب ما عم يغطي السقف يعني. انه حتى الام انه كثير بالاحيان انه بالاوضاع الاجتماعيه الوسطيه للناس انه تكون في عندها شيء عم تحتاج انه تشتغله او تقدمه للطفل زياده. نعم. يعني موضوع القانون والتعديلات والمحاكم والقضايا اللي بترفع للأسف بين الطرفين هي موضوع شائك، ودائما بيكون في ثغرات للأسف بيستغلها طرف ضد طرف. نعم. وإن شاء الله ما يعني ما يكون الطفل أو الأولاد هنا الضحية بهيك مواضيع. أكيد ممكن إحنا نحكي بكثير تفاصيل خلال حلقات قادمة. نشكر وجودك أكيد. لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتنا إياها. شكرا استاذ لحضورك ولكل المعلومات. دائما إحنا بنقول الطفل هو الضحية الأولى بهذا الخلاف أكيد. يعني
فهيك ان شاء الله بنتمنى دائما القانون هو وضع لحمايه ان كان الانثى او الذكر. شكرا استاذ لحضورك. اهلا وسهلا فيك. هلا شكرا فيك. رشا، من حاله القانون والاحوال الشخصيه خلينا نروح لنتعرف لاحوال الطقس كيف رح تكون خلال الايام القادمه، خصوصا انه من يومين ثلاثه شهدنا لمنخفض جوي كان شوي مفاجئ. معنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح. يسعد صباحك استاذ حسان. خلينا نحكي اليوم كونه نحن ببدايه الاسبوع الجديد، كيف حتكون حاله الطقس؟ هل حنشهد منخفضات او حيكون في استقرار بدرجات الحراره؟ هلا بدايه الاخبار بالنسبه للحاله الجويه السائده والمتوقعه هلا خلال هدول اليومين اللي كانوا امبارح واليوم والحدود بكره بعد الظهر، نحن عم نتاثر بامتداد مرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات شماليه غربيه بطبقات الجو العليا. اليوم في ارتفاع ملموس على درجات الحراره، الحراره اعلى من معدلاتها تقريبا من 3 الى 5 درجات مئويه. الجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقه على ارتفاعات متوسطه او عاليه خلال ساعات بعض الظهر والمساء. بتكون الاجواء سديميه بالمناطق الشرقيه والجزيره والبادية، يعني من الصبح لبعض الظهر الاجواء بشكل عام صحوه الى ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطه، بتتحول من بعض الظهر والمساء الى اجواء سدينيه تحديدا بالشرقيه وبالجزيره وبالباديه وباجزاء من المنطقه الجنوبيه. هلا هيدي الحاله رح تستمر معنا اليوم وبكره، بكره في تغيير تماما جذري بالنسبه لحاله الطقس وللاجواء. رح نكون بكره مع موعد على منخفض جوي ببلش تاثيره من ساعات المساء وبيستمر تقريبا حتى نهايه هذا الاسبوع. منخفض جوي بيكون محمل بالامطار، الامطار بتكون غزيره مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات البراد. بتبلش الهطولات ليلة بكرة من الساحل والشمال الغربي، تمتد خلال ساعات الليل والصباح نهار الاثنين إلى أغلب المناطق. ذروة هيدا المنخفض رح تكون نهار الثلاثة أو الأربعة بإذن الله تعالى. المنخفض رح يكون بارد نوعا ما، ما في انخفاض على درجات الحرارة، الحرارة بتكون بذروة المنخفض أدنى من المعدلات تقريبا من 2 ل 4 درجات مئويه بمعظم المناطق والمدن السوريه. الهطولات بتكون جيده باذن الله باغلب المناطق. هلا اما لنهار بكره بتضل الاجواء غائمه جزئيا، في انخفاض بدرجات الحراره بس بتضل الحراره اعلى من المعدل ليوم الاحد تقريبا من 1 ل 3 درجات مئويه. الرياح اليوم جنوبيه لجنوبيه شرقيه مع هبات نشطه خفيفه بمعظم المناطق، ولكن النشاط بيكون اكثر شيء بالشرقيه وبالجزيره وبالباديه مع هبات نشطه ببعض الاحيان بهذه المناطق تحديدا. البحر خفيف ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر 19 درجه مئويه. هلا بكره في نشاط بسرعه الرياح اكثر من اليوم، تحديدا الرياح الجنوبيه للجنوبيه الشرقيه. الهبات ممكن تتجاوز لنهار بكره 55 كيلومتر بالساعه. بتصير الغبار بالمناطق الشرقيه بالجزيره بالباديه، تستمر الاجواء السدينيه المغبره بهيدي المناطق لنهار بكره. التغير بيكون الجزري مثل ما ذكرت خلال ساعات المساء بدءا من الساحل والشمال الغربي. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 23/8، القنيطره 19/7، القلمون 14/5، درعا 24/11، السويداء 18/11، المنطقة الوسطى 5/22، 24/10، الحسكة 20/11، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 25/15، بالشمال حلب 21/12، إدلب 22/18، دير الزور المنطقة الشرقية 24/13، الرقة 22/12، تدمر البادية السورية 23/11. مثل ما ذكرت الاجواء هي رح تنحسر من بكره، وبرجع بذكر وبقول نحن على موعد مع منخفض جوي، منخفض ماطر باذن الله. هيدا المنخفض رح يكون محمل بالخيرات، ببلش من مساء يوم الاحد وبضل مستمر حتى يوم الخميس، ذروته يومي الثلاثاء والاربعاء باذن الله تعالى. نعم، بدنا نشكرك الاستاذ المتنبئ حسان الجردي على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بنقول الله يبعث الخير وان شاء الله هيك تكون الايام الجايه مشمسه ودافئه على ارواحنا وعلى بيوتنا اكيد. اما هلا رح ننتقل لفقره مميزه مليئه بالقطع الخشبيه الحلوه يلي هيك زينت صباحنا لليوم. قد ايه حلو هذا المشروع الصغير اللي دائما بيكون هو حاله ابداعيه وباب رزق لكثير من الشباب والصبايا.
صحيح رشا، هي المشاريع نحن نقول بتكبر القلب، فما بالك لما نحكي عن الخشب، الخشب دائما بيكون في روح بكل قطعه بتنشغل، ومن القطع اللي شايفينها اليوم موهبتنا مميزه عم تكون. رح ننتقل هيك فورا لضيفنا نحكي اكثر اليوم عن موهبته، كيف بلش هذا المشروع وشو هي اهم الصعوبات اللي ممكن تعترضه هو او غيره من الشباب الجدد بعالم الخشبيات والمشاريع الصغيره. ضيفنا لليوم هو الاستاذ حسين الحاج معلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شو هالجمال. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا للمقدمة الحلوة. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف على مشروعك، ايمت بدا وشو اسمه؟ تمام. هلا هو بصراحة مشروعي قديم فكريا وعمليا جديد، يعني انا صار لي تقريبا شي سنة فتحت محل. تمام. سميته بريمو. بريمو بالايطالي معناتها الاول. فعلا احنا اول حدا بيشتغل هيك شيء جديد، يعني دخلنا الخشب بالمنتجات العمليه. هلا كل عمري انا كنت سافر برا كثير واشتري اغراض خشب واشتري منتجات خشبيه. بعدين من فتره يعني حاولت اصنع قطعه هيك عاديه خشبيه عاديه، ف نجحت معي. وقت نجحت فبلشت الموضوع، حبيته بصراحه، حبيت الموضوع، اشتغلت فيه اكثر، صرت بقى استفيد فيه، شوف شو في ناقص بالسوق، شغلات ممكن واحد يعملها ممكن يساويها. لقيت شو في مواد متوفره وعلى اساسها اعمل شيء من هالمواد هي. فالحمد لله طلع معي يعني تشكيله حلوه كثير. فبعد ما عملت التشكيله تحالي اوكي بنفتح محل، مسميه اسم كمان يكون مميز ويكون هيك لايق على شيء اسمه خشب واسمه تعرفتي. والحمد لله الامور يعني ماشيه حلوه. اهم شيء انه انا بحب هذا الشيء، يعني بحب الخشب، فلذلك شفته لحاله يعني انا بالنسبه لي مريحه، انا برتاح. اكيد الخشب هو عباره عن روح، طبيعه في لا لا في روح. هلا انت بما تحطي حضرتك خشب او تحطي مثلا شغله حديد، يعني الخشب يعطيك راحه. يعني حتى انا ملاحظ ديكور هون الموجود كله خشب، في شيء خشبي وفي شيء يفتي، بس انا شو عملت افكار جديده من الخشب. عم شوف اليوم في تميز باختيار القطع، يعني ومثل ما قلت يعني هو مريح للنظر والروح. يعني اليوم خلينا نحكي عن هدول القطع، هل كان في اقبال عليها؟ نحكي عن المواد اليوم عم تستخدمها بالعمل، مده العمل. تمام. هلا بالنسبه لموضوع الاقبال، هلا هو لازم يكون في اقبال لانه انا عامله شيء عملي، انا عامله عمليه، فهي الشيء العملي فهو بده يعني بده ينطلب قولاً واحدة، لأنه هي بدك تحطيها بأي مكان. هلا اشرح لك هي أنسة، ممكن فيني اشرح لك اياها. هلا هي مثلا شغله قطعت حطب بسيطة او قطعت خشب بسيطة، هي حلوة هيك كثير، هي حلوة هيك، فما بالك اذا حلوة وفي عليها شيء ممكن تهي. مثلا ممكن تعلق عليها مفاتيح تبع البيت، حلو، على باب البيت هي تعليقة، تعليقة تتعلق على البيت، على باب البيت مثلا من جوا بتحط مفاتيح هيك، ممكن تحط اي شيء بخص الهي، بتعرف فكرة بسيطة وعملية. فمثلا هيك شيء. في قصص كثير يعني ممكن نعملها، مثلا فيها مثلا مثل عندك اللي بايدك استاذي، عم نشوفها. تمام. كأنه هي هيك بنحط هي شيء. تمام. هون عفوا كبات اثنين، خليني اشرح لك بس هيك. هي هون بنحط فنجان القهوة. تمام. انا كنت جايب معي بس نسيته بالسيارة. وهون بنحط موبايل بطريقة، تمام، يعني واحد كلياتنا مثلا بكون قاعدين على المكاتب بكون نحطه بيزحط بيعمل ستاند للموبايل، مو مثل هو ستاند للموبايل بيزحط معك ما بيزحط فيه. هون مثلا بتحطه على محارم على اي شيء، هون تحطيه بتوقفي. تمام. وبتتابعي وشيء كمان فكرة بسيطه، يعني فكره هسه يعني ما حدا عمل. انا الشغلات هي اللي بحبها، يعني الشيء اللي خلينا نقول قطع محروفه، يعني ما حدا عمل يعني كتير، بس اهم شيء الخط العريض عندي هو العمليه. ما عندي ولا قطعه يفيق منه بس منظر. لا، بدها تكون عمليه ومنظر. فهون بقى هي القطعه بتستمر، بتصير بتاخذ صدى يعني اكبر. يعني شو بدنا نعرض لها بقى كثير يا شغلات بدك انا بساعدك. هلا في هي كمان حلوه كثير، خلينا نشوفها اللي كمان. عندك هلا هي كمان قطعه شجر مثلا. تمام. بينما تكون مثلا ساده او مثلا نحن نكتب عليها شيء، ما في داعي نحط لك اياها مرايه وبالبيت. تحطيها بالبيت، تحطيها بالحمام، تحطيها بمكان، اعطي الديكور وبنفس الوقت انت استفدتي منها. يعني مو بس انه شكل مثلا يعني خشب ومرايه عمليه. هلا نحن في كمان في شقين، الشق الاول هذا اللي شيء اللي انا عملته، خلينا نشوف تحت المرايه كانه في شيء مميز. خليني انا اورجيك شيء مشان بس يعني وحده باذنك مشان انا فضل. مثلا هلا هي مثلا فكره كثير بسيطه عاديه جدا، بس هي طبعا كثير عمليه. ما حدا ما عنده مكتب او عنده مثلا دكتور او كذا، بدام يحط بلاستيك او بليكسي او كذا، لا احنا بنحطها شغله مشان الكروت للكرت. نعم. تمام. مثلا شغله بسيطه وعمليه. بيجي مثلا فرضا عندك هيك شيء، فرضا شمعدان، كلياتنا اليوم بنحب يعني الرومانسيه او بنحب مضطرين. تمام.
فينا حتى فوج يعني بدل ما نجيب بس شمعدان عادي ممكن نحن نجيب هيك شيء خشب يعطي منظر حلو حتى وتنزل عليه الشمع كمان بيطلع حلو. خليني اشوف هدول كانه ايه صناديق صح؟ تمام فيك تعطيني القطعه الكبيره اللي عندك؟ هاي ايوه الطويله ايه لو سمحتي. هاي كمان هيك تعليقه يمكن هي تعليقه ثياب بس ثواني عم ايه تمام ايه يلا بس لا خليني اشوف هلا اعطيها هذه لك انا بس يعني باذنك بعدين شوف هلا هي مثلا هلا كيف الكاميرا هيك تمام هي كمان علقت ثياب تمام بنحط عليها مثلا طاقية شغلات خفيفة يمكن ثياب ثياب وشبه خفيفة ثياب يعني بتحط عليها شو اسمه بنطلون جاكيت بدك يا عادي بس شو في شكل بتعطي تقل كمان اليوم الخشبي وقت اللي بيكون غامق ما بعرف يعني هي شغلة الأذواق يعني أنا بحب الغامق دائما بحس بيعطي تقل للقطعة يعني. تمام تمام هلا أنا أقول لك شغل بشكل عام شغلي كله هو ضمن شقين الشق الأول هو الشيء الجديد أنا عملته يعني هذا الشيء أنا عملته تماما حصرا ما حدا عمله حتى الحين حتى بالعالم يعني مثلا مثل الأستاذة شافت شيء عندك هيك شيء هدول قلب هدايا تمام هي قطعة خشب تمام نحطها يعني شو بحلاها نحط فيها مثلا ليرة ذهب نحط فيها مثلا يعني مثلا ليرة ذهب شوكولاتة أي شيء صغير صحيح في منها قياسات بس كفكرة حلوة ما في هي لحالها كده يعني يا عيني عليك تمام عندك مثلا في منها قياسات وكل قطعة ما لها أخ كل قطعة ما لها أخ في من ثلاث أربع قياسات في شيء كمان بس اسالك عن شيء لفتني كثير عم شوف بموضوع الديكور هن الطاولات الخشب تمام هلا انا شوي مهضوم حقهم شوي اذا من بعد هيك شوي بيكون احسن فاهم يبينوا هلا هون فيني اقوم لا لا صعب أوكي. شوي لا انا تمام. انا راح اعرض لك اياها خليك اي صح تمام تمام هدول كثير نحن عم نشوفهم اذا محطوهم هلا هي حطيهم باذنك بس اذا مبينه هلا هي قطعه خشب تمام انا اخذ القوه تبع الخشب المتاني وقوه الحديد يعني هي مثلا بتصير بتصير ترابيزه بنحط عليها شاي قهوه كل شيء بتصير ديكور بنحط عليها تحفه اي شيء بالبيت تمام نعم. وبصير واحد يقعد عليها حتى شفنا هون كانك مدخل بلور على بلور مدخل بلور بنفس النظام تمام نكسرها والثالثه كمان بتصير فيها تحت تبع كتب اذا شفتي ما اذا مبينه عندك او مبينه على لا عم نحكي على هاي القطعة يعني تمام تمام مكتبة صغيرة وطاولة يعني يعني طبعا انا في عندي كثير شغلات انا يعني في شيء اكبر بس طبعا حجم عم تشتغل لحالك اليوم حسين عندك كادر اليوم بالمحل عم تشتغل او لحالك هلا محل مبيعات طبعا وعندي طبعا يعني في ناس محترفين بشتغل معهم بالنجارة طبعا يعني انا اللي بعطيهم التصميم يعني التصميم الرئيسي وهم بيشتغلوا عليه بشكل او باخر يعني طب خلينا نحكي اكثر اليوم كون عم تحكي عن مراحل التصنيع من وين بتبلش الفكر يعني كثير صرنا بنشوف على السوشيال ميديا في فيديوهات ممكن تلهمنا ولا لا انت بتحب من مبدا التجريب خلينا نحكي عن مراحل اللي بتمر فيها القطعه لتوصل لمرحله العرض عندك بالمحل هلا الفكره الاساسيه هلا 90% انا من الشغل اللي هي هو بصراحه يعني انا اخذته يعني من حاجتي له 90% لانه الشغلات هي كلها ما في منها على النت هي اللي اذا شفتيها مبتكره ما انا موجوده على النت شوفيها ما في شيء عامله شغلات هلا اكيد النت بيعطيكي افكار تمام بس انا غالبا اللي بي يعني بيحركني تمام هو الحاجه اولا وثانيا شو الموجود يعني كيف الاسعار اليوم هيك بشكل عام الاسعار كونه اليوم دائما احنا بنعاني من انه المواد الاوليه عم تكون شوي تمام غاليه تمام فهذا بياثر على موضوع التسويق تمام طيب هلا بالنسبه للاسعار نحن كثير حاولنا انه يكون اسعارنا مقبوله طيب هلا المنتج اللي انا عامله كمتانه وكجوده وكعمليه تمام يعتبر رخيص بالنسبه لاي منتج اذا انت بتقارنيه حضرتك بشيء صيني مثلا او بشيء مثلا ستيف اي شيء فهو يعتبر يعني نوعا ما رخيص انا عامل لك شيء ماني حابب انه يعني احط اسعار تكون غاليه او تكون فحاسه يعني الاسعار يعني تقريبا منطقيه تقريبا منطقيه معنى هيك وبالنسبه لاي منتج ثاني بالسوق موجود تعتبر تقريبا رخيصه تعتبر كجوده هو دائما يعني بسبب هذه الازمه والظرف عم الاسعار عم تغلى يعني ودائما كل شيء بس بدنا نعيش وبدنا نشتغل بحدود المنطق هلا نحن خلصنا وقتنا تمام كثير قطع كثير مميزه بس هاي مشان شو ها انا جبتها هاي مشان علقها على هذا خلص علقوها على تمام بدنا نشكرك اليوم لوجودك حسين الحاج معلم نتمنى لك التوفيق بمشروعك ونشوفه هيك عم يكبر اكثر واكثر بشكركم كثير على اللقاء الحلو وانكم يعني اعطيتوا ضوء على على يعني على شخص معين او اشخاص بيحبوا يعملوا شيء دائما احنا بنشجع الاشخاص اللي عندهم مشروع صغير هو باب رزق انا بحب اعطي نصيحه واحده نصيحه واحده اي حدا بيحب يشتغل لازم يامن بحاله اولا ويامن فكره في شغل وفي كل شيء بس يعني
ما نحبك زياده انه ما في وصعب، نعم في صعب، بس دائما في شيء احلى. يعني امن بفكره وامن بالشغل تبعه بيطلع معه شيء. قولا واحدا يعني بهي الظروف الصعبه يلي عم نعيشها بالبلد اكيد ما في احلى من هي النصيحه، الواحد بس يحاول قد ما في ليحقق احلامه. شكرا لك، شكرا للقطعه الحلوه يلي كلك ذوق، وشكرا صباحنا. شكرا لكم، شكرا لكم. اما هلا رشا رح نروح لمساحه جديده من مساحاتنا، ورح نروح فيها لدير الزور بالتعاون مع منظمه الاغذيه العالميه. اطلقت جمعيه المراه العربيه في دير الزور مشروع التغذيه المدرسيه لتقديم وجبات لتلاميذ الحلقه الاولى في كافه مدارس المحافظه. التفاصيل ضمن التقرير التالي. بالتعاون مع منظمه الاغذيه العالمي اطلقت جمعيه المراه العربيه بدير الزور مشروع التغذية المدرسية لتقديم وجبات لتلاميذ الحلقة الأولى بمدارس المدينة. هو مشروع يهدف إلى تقديم وجبة صباحية لأطفال التعليم الأساسي، لطلاب التعليم الأساسي من الأول للسادس، بوجبة صباحية جاهزة على مرحلتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. طبعا هذا يسمى مساهمة كبيرة في دعم العملية التربوية والتعليمية في محافظة دير الزور وفي مدارسها، حيث استهدف 21 مدرسة، والبرنامج سيتوسع إن شاء الله. بشكل يومي يتم البدء بتجهيز تحضير الوجبات الساعة السادسة صباحا، يقوم كادر العمل بتجهيز هذه الوجبات. الساعة 8:05 تنطلق أول، طبعا بعد التنسيق مع مدراء المدارس بخصوص الأعداد اليومية، تنطلق أول سيارة باتجاه المدارس. احنا غايتنا من هذا التوزيع هو دعم أطفالنا بوجبات صباحية. هاي الوجبة هي تكون قبل الفرصة الأولى، الباحة الأولى تكون عند الأطفال. طبعا احنا حاولنا انه حتى يكون في تنويع بهاي الوجبات، هي وجبات الجبنة الدهن، بالإضافة لموضوع الحمص، وبالإضافة لموضوع اللبنة. طبعا هاي المواد هي كلها وفق معايير غذائية تناسب الأطفال عمريا وحتى تغذويا. المشروع يهدف لتخفيف الأعباء عن الأهالي، ويتم العمل على توسيعه في المراحل القادمة ليشمل شريحة أوسع من الطلاب. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. وبنهاية مساحتنا لليوم وصباحنا غير اليوم أكيد خلينا نقول ختام مسك. دائما نحن نفتخر وبنعتز وقت اللي بيكون لنا زميل بالمجال الإعلامي متميز ومبدع، فكيف اليوم إذا كان ضيفنا هو مخرج وكاتب وصحفي ومعد برامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون؟ يعني هذا الشيء أكيد بيعمل حالة شغف لكل الإعلاميين. صحيح رشا، ضيفنا اليوم مميز في رصيده 5 أفلام روائية قصيرة وعرضين مسرحيين وعدد من الأفلام الوثائقية، وفاز مرتين بمسابقة المؤسسة العامة للسينما في سيناريو السينما الأطفال، وفاز بالمركز الأول في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار والتي تقيمها مديرية المسارح والثقافة في وزارة الثقافة، بالإضافة لعمله ككاتب صحفي مختص بالشأن الثقافي ومعد برامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأيضا إضافة لموهبته بكتابة القصص القصيرة. خلونا نستقبل الإعلامي والكاتب والصحفي والمخرج محمد سمير طحاني. سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير نورتنا. صباح الخير رشا. سعد صباحك. يعني احنا اشتقنا لك، زملاء عمل وكنا هيك بفترة مع بعض، دائما يعني كنا نشعر بسمير عنده حالة انفرادية إبداعية لحاله، عنده هيك طريق دائما تحسيه شارك، بس هو ما انه صافن ابدا، هو عم يفكر بشيء مشروع جديد. فاليوم احنا كثير مبسوطين بوجودك وكثير بنفتخر بالشيء اللي سويته. خلينا نروح للانجاز الاخير وفيلم بوضة يلي كثير اليوم اخذ ضجة وشفنا بعض المقاطع له. خلينا نحكي عن الفكرة، يعني ودائما احنا بنقول الألم هو مصدر للإبداع، واليوم إبداعك كان مصدره سنوات الحرب يلي مرقت على سوريا. بداية أنا سعيد اليوم لأني معكم، اليوم عيد ميلادي، فأنا عم بلش عامي 43 وعم بختم عامي 43، عم بلش 44 هلأ معكم بهذا اليوم. فيلم بوظة هو بيحكي عن حلم طفلة من خلال سنوات الحرب. كان مشروعي هو الاهتمام بالإنسان السوري بمختلف شرائحه، الاهتمام بتفاصيله، بأحلامه، بكل ما يتعلق بحياته وبعدة مجالات. في المجال الفني اهتميت بشريحة الأطفال وشريحة النساء بشكل أساسي،
قدمت من خلال هذا المشروع عدة أفلام وثائقية وأفلام روائية قصيرة وأيضا مسرحيات. فيلم بوضة بيحكي عن حلم لطفلة كانت وحيدة في سنوات الحرب، عاشت بدون السند، بدون الأمان، بدون الأسرة. نشوف حكايتها بطريقة ليست مباشرة، منطرح دائما القصة بطريقة الفلاش باك، منشوفها هي بطريقة داخلة إلى الشام لتستلم جائزة في مسابقة دولية للرسم بعد ما تم اكتشاف موهبتها في الرسم، وأثناء الطريق للوصول إلى مكان الاحتفال تبدأ تداعيات الذاكرة واستحضار القصة لنعرف ما حصل معها طيلة هذه السنوات، لنكتشف في النهاية بأنها تمتلك حلم هو بالنسبة لها حلم كبير، ولكن الآخرين قد يجدونه يعني حلم صغير. القصة هي مبنية على الرمزية، على الكونتراست، التضاد ما بين قسوة الحياة وما بين حلاوة الحلم، ما بين أهمية الاهتمام بأحلام الأطفال، احتضان هذه المواهب، رعايتها، دعمها، مساندتها. هي دعوة اليوم للاهتمام بهذه الشريحة التي تمثل مستقبل سوريا، مستقبل سوريا الذي نعمل جميعا من أجله ليكون مستقبل واعد وجميل، لنتخلص من آثار هذه السنوات العجاف. وش نتمنى لك العمر كله يا رب ومزيد من التألق والنجاح. وانتم بخير، وانتم بخير. خلينا ننتقل هيك لأجواء التصوير والكواليس، نحكي عن اختيار الممثلين، كيف كانت الأجواء؟ وهي يمكن من أصعب الأعمال اللي بتكون الدرامية والفنية والسينمائية هي اللي بتظهر الحالة النفسية، فما بالك عم نحكي عن حالة نفسية للطفلة، فكمان كيف قدرت تترجم هذا الشعب الكاميرا؟ اليوم أصعب أنواع الفن هي التي تتعامل مع العوالم الداخلية للإنسان وخاصة الحالات النفسية المركبة أو المعقدة. أضيف إلى ذلك عندما يكون الموضوع مرتبط بالطفل، الطفل هو عالم مليء بالغرائب، مليء بالخيال، مليء بالتضاد والرمزيات، يعني الدخول له ليس بالأمر السهل أبداً. نص بوضة أنا كتبته منذ 5 سنوات، نال جائزة مديرية الإنتاج التلفزيوني في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منذ 2 أو 3 أعوام، لم ينتج لأسباب إنتاجية. عندما أتينا لننفذ هذا العمل حرصت أنا أن يكون يعني الصورة تحكي بدون كلام. تركيبة الكادر، المكان الذي اخترته، اخترت الزبداني، منطقة الزبداني، وكان يعني وفقنا بأنه كان في منخفض جوي وكان هناك ثلوج لإعطاء حالة التضاد ما بين قسوة الثلج ومرارة البرد والوحدة، وما بين رمزية الفيلم في البوضة وهي ترمز لحلاوة الحياة على بساطتها. فتم التركيب ما بين هذه المتضادات. اختيار الممثلين كان أمر جدا صعب، الحامل الأساسي للعمل هو طفلتين، كان جدا صعب إيجاد طفلتين موهوبتين قادرتين على إعطاء هذه الحالة بطريقة عميقة. إدارة هاتين الطفلتين لم يكن بالأمر السهل أبدا، كان يتطلب جلسات طويلة لبناء الثقة، لبناء حالة تفاعلية لأستطيع أن أخذ منهم يعني الحالة اللي بدي إياها. التعبير كان تعبير داخلي، تعبير بالعيون، بتعابير الوجه، بحالات انفعالية، الكلام جدا قليل، فهذا تطلب جهد مضاعف. أضيف إلى ذلك أنه كان الظروف العمل قاسية وصعبة، صورنا في الثلج وبرد، كنا حريصين على سلامة الأطفال اللي معنا دائما، يعني كنا ناخذ لقطتنا ودائما نرجعهم على أماكن الدفا. بنفس الوقت ما كان بدي ارهقهم، ما بدي حملهم فوق طاقتهم، العمل هو موجه للاطفال ويحكي عن الاطفال، فاكيد ما بيصير يعني يكون اللي يدفع الثمن هو معاناه. كمان شو عمر طفلتين؟ كان 5 سنوات جوليا، وشهد الشطه عمرها 10 سنوات. شهد عندها تجربتين كان بالتمثيل، وهي اليوم كمان عم تمثل باحد الاعمال الدراميه. البنتين موهوبتين، جريئتين، عندهم شغف، عندهم حب للتمثيل، فهذا أنا اعتمدت عليه جدا في توصيل الحالة، وبتمنى أن يكون وفقت بهذا الموضوع إن شاء الله. سمير، ذكرت نقطة أنه دائما أنت كنت حريص ضمن الفيلم أنه الصورة تحكي من دون حكي، يعني اليوم قدامهم تكون أنت الكاتب والمخرج لهذا النص، قدي هذا الشيء بيعطي بضيف للعمل. اليوم أنت بجوز قادر تتخيل شخصياتك على الورق، قادر تحركهم بالاتجاه اللي أنت حابب فيه، قدي اليوم أضافت لك هي التجربة؟
المشروع أنا مشروعي متكامل وإن كان هو مجزأ في عدة أماكن، يعني الكتابة والإخراج هم مكملان لبعضهما، عملي الإعلامي والصحفي مكمل لهذا المشروع، صحيح. الكتابة في القصة القصيرة، الكتابة والإخراج في المسرح، يعني كل بشكل هذا المشروع الفكري الثقافي الفني اللي عم اشتغل عليه. طبعا اليوم لما أنا بكتب النص وأنا بنفذه أكيد حيكون الرؤية أوضح، حوصل رسالتي بشكل أكبر وأعمق، أنا بعرف شو بدي، بعرف كل كلمة كل تفصيلة أنا كاتبها شو بعني فيها، هذا الشيء أكيد بيساعدني. أنا عم راكم خبراتي عمل بعد عمل، عم بعتمد على ذاتي بهذا الموضوع. أنا لم أتلقى تعليم في الإخراج ولا في الكتابة، كله هو عبارة عن اجتهاد شخصي، ولا أعتبر نفسي محترف، أنا ما زلت هاوي في مجال الفن ومجرب وأبحث عن هوية خاصة في هذا المجال، وأسعى لأن أوصل رسالتي، رسالة بناء الإنسان، الاهتمام بالإنسان، الإنسان السوري والإنسان بشكل عام، لنكمل الحياة، لأن الحياة دائما فيها شيء يستحق لأن نعمل صحيح. من أجله. حضرتك متميز بعدة مجالات مثل ما ذكرنا بمقدمة الفقرة، بالمسرح، بالأفلام الوثائقية، حتى إخراج الأفلام القصيرة. خلينا نحكي على المسرح، يعني كان لك تجربتين مثل ما ذكرنا، خلينا هيك نسترجعهم مع بعض ولو سريعا، ونحكي إذا في مشاريع قادمة رح تكون. المسرح أيضا هو شغف قديم، أنا كنت ممثل مسرحي في المسرح الجامعي. قصة المسرحيتين هم بالأساس كنت كاتبهم فيلمين، لم يجدوا طريقهما إلى الإنتاج فحولتهم إلى نصوص مسرحية. النص الأول هو نص الطين الأحمر، نال منحة في مشروع دعم مسرح الشباب، وهو النص السوري الوحيد الذي نال، كل بقية النصوص كانت هي مأخوذة عن نصوص عالمية، وتعلمون بأن لدينا أزمة نص مسرحي في سوريا، وفي قلة وندرة في النصوص المسرحية الجديدة. حلفني الحظ بأنه نلت هذه المنحة وقدمت هذا العرض عام 2019 على مسرح القباني، وهو مونودراما لكن في شخصيات أخرى جسدت عن طريق الشاشة، كان في دمج ومزج ما بين الشاشة السينمائية والخشبة المسرحية، وهو مشروعي الذي عمل عليه في المسرح لتقديم فرجة مسرحية مختلفة مغايرة تحترم ذائقة المشاهد وتقدم له المتعة والفائدة، وبذات الوقت توصل رسالة، رسالة العمل الهادفة التي أعمل من أجلها. أيضا عرض تماس أو نص تماس نال المركز الأول في مسابقة مديرية المسارح والموسيقى في دورتها الأولى للنص المسرحي الموجه للكبار، وتم تنفيذه عام 2021 أو 22 وعلى مسرح القباني أيضا العام الماضي، مثل هاليوم كان آخر يوم عرض، وبيحكي عن شخصيتين، وأيضا هو تكثيف لحالة عشناها خلال سنوات الحرب بنوع من إظهار نموذجين إنسانيين لكنهم بيختزلوا عدة شرائح من المجتمع السوري، طرح من خلاله عدة أفكار، حالة من التوافق، حالة من الخلاف، حالة من الحوار، حالة من التضاد، وصولا إلى طرح عدة أسئلة وترك الباب مشرع كي نبحث عن إجابات لهذه الأسئلة علنا، يعني نصل يوما ما للحياة المشتهى التي نرغب بها إن شاء الله. سمير خلينا هيك عم حاول نغطي ما شاء الله معظم الإنجازات اللي اشتغلت عليها. موضوع المسرح لحاله يعني هو بنفتح له أكثر من سؤال صحيح. يعني ولكن خلينا هيك نغطي، نرجع لل 2015 لفيلم اللعبة وإشارة حمراء. دائما كنت بالفيلمين مركز على موضوع المرأة خلال الحرب، وهي عن جد تستحق التركيز، يعني شفناها بالحرب تحملت أكثر من طاقتها، يعني كانت الأم، كانت المربية، كانت على الجبهة، كانت بالميدان، كانت بالممرضة والطبيب يعني. فخلينا هيك من خلال كيف وصلت هاي الفكرة من خلال هدول الأفلام. فيلم اللعبة هو أول فيلم أقوم بإخراجه، وهو فيلم بدون ميزانية، تم تصويره كاملا بجهد تطوعي وكمشروع شبابي مع زملاء وأصدقاء مصورين وصحفيين وممثلين وفنانين وفنيين، كان مشروعنا كلنا يعني. تم تصويره بطريقة سينمائية بحتة، الاعتماد فيه كان على الأداء
التمثيلي الإيحائي وعلى الرقص التعبيري، ما في كلام نهائيا، 10 دقائق مدته، بيحكي عن الفقد، فقد المرأة لسندها لشريكها، وقديش هذا بيكسر في معنوياتها، في روحها، في نفسيتها. ولكن قدرة المرأة السورية دائما القوية، حفيدة عشتار وحفيدة زنوبيا، القادرة دائما على أن تنهض وأن تكون قوية في كل الأزمات، تظهر لنا في هذا الفيلم. هي لم تقبل أن تكون لعبة في مهب الريح، هي ملكة متوجة على عرشها. حاولت من خلال هذا التكثيف وهذه الرمزية أن أوصل رسالة هذا، يعني رسالة الفيلم بهذه الطريقة. ما تبقى من أفلام هي تحكي عن شريحة الأطفال، إشارة حمراء أيضا نال، يعني هون تنويه أنه كل الأعمال التي نفذتها هي كانت فائزة عن لجان تحكيم، لم ما تقدم في هذا الإنتاج القوي، ما في إنتاج أكيد. نحن يعني قد يضعف اليوم القدرات تماما، عندنا إمكانيات ضعيفة اليوم. الجهات الحكومية التي تنتج السينما هي المؤسسة العامة للسينما فقط، الجهات التي تنتج المسرح هي المديرية العامة للمسارح والموسيقى فقط، والتقديم يعني ليس بالأمر السهل. أنت تقدمين على مسابقة، في حال نجح هذا النص يتم تبني وإنتاجه بعد عام أو عامين. فبقية الأفلام، إشارة حمراء أخذ منحة إنتاج ضمن مشروع دعم سينما الشباب، رائد فضاء أيضا أخذ بالعام الذي يليه مع فيلم قضبان المدينة نفذه فادي رحمون. كلها هي أفلام خضعت للجان لنوع من المسابقة حتى نالت فرصتها في الإنتاج، وهو كل متكامل. يعني اليوم أنت عندما ترين هذه الأفلام مع هذه المسرحيات، وإن كانت هي أعمال مستقلة بحد ذاتها كل عمل لحاله، لكنهم بشكل سلسلة تحكي عن هموم وأوجاع هذا الإنسان السوري. نعم، مدام الله شغف موجود، يمكن الأحلام ما بتوقف أبدا. رح نترك هيك ولو سريعا بالدقائق المتبقية كلمة الختام إليك، إذا بتحب توجه أي رسالة أو بدك حابب تخبرنا عن أي مشروع عم تحضر له. المشاريع لا تتوقف، طالما نحن على يعني قيد الحياة يجب أن نكون جديرين بهذه الحياة. هناك دائما مشاريع فنية وإعلامية نعمل عليها، وإن شاء الله تلقى يعني فرصتها للظهور والوصول إلى الناس. شكرا لكم على هذا اللقاء، كل تمنياتي لكم بدوام التوفيق ولهذا الدعم كل الشكر. شكرا لك سمير لحضورك اليوم، وأكيد نرجع نعايدك، بنقول لك إن شاء الله هيك حياة مليئة بالسعادة والحب. ودائما نحن بنقول إنه إحنا بحاجة لدعم المواهب الموجودة عندنا. يعني اليوم عم تقول سنتين ليشوف الفيلم الضوء، طيب من هون لسنتين بجوز هذا الشغف يروح، بجوز القصص تتغير، الواقع يتغير. يعني فاليوم نحن بحاجة لهذا الدعم، إن كان إنتاجيا وإن كان من الجهات المعنية. شكرا كثير لحضورك، بنتمنى لك توفيقك، مبروك أكيد على كل الجوائز اللي حصلت عليها. شكرا جزيلا، شكرا لكم. شكرا لك. شكرا كثير واهلا وسهلا فيك رشا. وصلنا لختام صباحنا غير، يعني دائما هيك البدايات الجديده بتعمل تجديد لحياتنا. بتمنى لك بقيه نهار ظريفه لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يا رب بقيه هذا اليوم تحملكم كل الخير والرزق وراحه البال، ودائما السوريين وين ما كانوا يكونوا بالف خير. شكرا لك نيرمين، بقيت نهار حلو لك ولكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم. يا رب هذا النهار يحمل معه كل الخبريات الحلوه والقصص اللي بتحبوها، ويكون تعويضي عن الايام اللي راحت من حياتنا، واهم شيء جبران الخاطر. خلونا نعطي هذا اليوم حقه ويكون تعويضي لكل القصص. خلينا نقول ما فشلنا فيها، دائما الفشل هو لحاله ممكن يعطينا هي الطاقه السلبيه اللي بتاثر على حياتنا. خلونا نقول جربنا ورح نرجع نجرب بقصص ثانيه. كونوا بألف خير، باي 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 باي.